دكتور محمد، مشاكل الجنوب عديدة، لعلنا أن تكلمنا عن مشاكل الجنوب يعني أفردنا حلقات وليست حلقة واحدة. قضية التجنيس لغير الليبيين في الجنوب والتدخلات الأجنبية وأيضا المشاكل القبلية والصراعات وغيرها من المشاكل، ولكن برأيك أي حكومة الآن مؤتمر حكومة الإنقاذ، ما هي الأولويات التي ينبغي أن توضع يعني نصب أعينهم الآن؟ هو في الحقيقة قبل أن أجيب عن سؤالك عندي نقطتين مهمات جدا لازم نقولهم، وحتى حاول نتكلم حتى بالعامية. يعني للأسف الشديد حكاية التهميش اللي يتكلموا عليها الجميع، نحن نعلم جيد أن الجنوب قبيلتي القدادفة اللي هي منها معمر القدافي والمقارحة اللي منها الرجل الثاني عبد السلام جلود هما في الجنوب، ورغم ذلك السيد معمر القدافي والسيد عبد السلام جلود والنظام الجماهيري العفن بتاعهم مبنوش حتى براكة في سبها بتاعهم، وللاسف الشديد تلقى ناس ما زالوا يتكلموا ويتمسكوا بالنظام السابق، مش عارف لا متى يفيقوا وانت يفهموا المشكله اللي هم حطهم فيه، وان هذا الرجل كان عدو لكل ليبيا بما فيه قبائلهم. هذه نقطه. النقطه الثانيه ممكن احنا مش موضوعنا، ولكن فيه طلب من الامم المتحده، مقترحات من لجنه بعثة الامم المتحده لتعديل مقترحات الدستور الليبي، لجنه علي الترهوني. هذه المقترحات تمس كثيرا موضوع التجنيس، حق التجنيس وحق الجنسية الليبية ومن له الحق الجنسية الليبية وموضوع اللاجئين، وهذا الموضوع في الحقيقة قد لا نفهمه جيدا، ولكن يمس بطريقة مباشرة وغير مباشرة موضوع الجنوب الليبي والديموغرافية في الجنوب الليبي، وهذا موضوع خطير جدا. من يريد أن يحل المشاكل في الجنوب، هذه مشاكل سياسية بامتياز، يجب أن يتواصل جيدا مع جميع قبائل الجنوب، ينسى قصة الأزلام والمؤيدين، لأن الجنوب نعم. تشكيلته مختلفة تماما عن الشمال الليبي، ويحاول حل المشاكل سياسيا قبل أي نعم. شيء آخر. بالنسبة